ازيكم عاملين ايه؟ انا بعمل الفيديو ده عشان جمهور الزمالك يعرف الحقيقه. انا بس عشان عندي نقط كثيره اتكلم فيها فسامحوني، يعني ممكن ابص في الورقه من الورق التاني. يعني بالنسبه لموضوع الاصابه، انا اتصبت 8 يناير، دكتور النادي شخصني كدمه قويه واني محتاج تقريبا من 4 لـ5 اسابيع. بعد كده اخدت اذن من امير مرتضى تنسيق مع الدكتور بتاعي مع دكتور النادي ان اشتغل التأهيل بتاعي بره. دي حاجه مش اول مره اعملها، انا بقالي يعني طول الوقت بعمل كده عشان محتاج حد مركز معايا بنسبه 100%، ودي حاجه ممكن ما تتحققش في النادي عشان الاستاف الطبي او الناس اللي شغالين في الجهاز الطبي مسؤولين عن كل اللعيبه مش مسؤولين عن انا بس. اشتغلت تأهيل اشتغلت تأهيل ووصلنا لاخر فبراير، ما حسيتش بتحسن يعني، فقلت اخد راي دكتور تمرين في مصر، وكان تشخيصهم للاصابه مش كلمه خالص، قلت التشخيص الصح اللي انا كنت نزلت لكم على انستجرام، وبعدها اضطريت ان انا ابتدي التأهيل من الاول. قبل ماتش الوداد في المغرب مستر كارتيرون كان عارف اني مش جاهز، اني لسه بكمل التأهيل. بعد كده الاستاذ مرتضى وامير طلبوا مني ان انا اسافر مع الفريق علشان اساندهم معنويا، فطلبت من امير ان هو يكلم دكتور التاهيل بتاع النادي عشان يشتغل معايا هناك في المغرب وما تاخرش اكتر من كده. امير كلمني وقال لي ان دكتور التاهيل بتاع النادي عنده حاله وفاه ومش هيقدر يسافر معايا، وقال لي طارق اقعد كمل تاهيلك في مصر، يعني مش زي ما اتقال ان انا افكرك بالطياره. وقبل ماتش الوداد في مصر مستر فيريرا قال لي انا محتاجك في المعسكر ككابتن من كباتن الفرقه. دخلت المعسكر بالاتفاق مع مستر فيريرا ان اكون في المعسكر، بس ما اكونش في قائمه الماتش، لان الراجل كان وجهه نظره ان ما ينفعش بعد غياب اكتر من شهرين ان ارجع على ماتش مصيري زي ده. قبل ماتش بيترو اتلتيكو قعدت مع المدرب واتفقنا ان ناخد جزء من الماتش، فعلا لعبت حوالي 20 دقيقه او 30 دقيقه مش فاكر قوي، وبعدها رجعت العب في الدوري بشكل عادي جدا. بعد كل ماتش في الدوري كنت بحس بألم، وكان الألم عندي بيزيد من الماتش للتاني، وبسبب ان الفرقه كانت محتاجه كل حد فينا، يعني فضلت ان انا العب واكمل الماتش، يعني ما حبيتش ان اخد في الملعب في الطويل ده، وكنت دايما ان انا حاسس ان ده اصلا ما كانش مستواه الطبيعي، واكيد انت شفت ده. واللي مش يعني اللي مش مصدقني ممكن يجيب الثمان ماتشات اللي انا لعبتهم ويشوف اي فيهم كان عامل ازاي. لما خدت الانذار التالت في ماتش انبي طلبت المستر بريرا ان انا اسافر المنصوره علشان في دكتور اسمه احمد حسين، ده دكتور عنده خبره 25 سنه من المحله واشتغل معايا بقالي سنين. في نفس الوقت وكيل تواصل مع روبن دكتور التأهيل الاسباني. يعني قصه المنصوره واسبانيا انا يعني كنت بحاول في كل الاتجاهات لان كان وقتي ضيق. بعد كده روبن طلع متاحن اشتغل معاه بس بره مصر. بعدها اخدت موافقه من الاداره ان انا اسافر المانيا اكشف. وعلى فكره الموافقه كانت من تاريخ السفر وما كانش فيها مده محدده لاننا كنا لسه مش عارفين حاجه. فموضوع الاسبوع اللي فات ده مش حقيقي. لما رحت المانيا اكشف الدكتور قال لي ان ما كانش ينفع تنزل الملعب دلوقتي خالص، وكتب لي على برنامج تاهيلي اللي هينفذه روبن. كلمت روبن اتصلت معاه ان هو ان احنا ننفذ البرنامج ده في مصر. روبن طلع مرتبط بشغل في اسبانيا واضطريت ان انا اسافر. برنامج التأهيل بتاعي كان يبدا يوم 22/5 وينتهي في اواخر شهر 6. بالمناسبه انا سافرت اتحملت كل مصاريف السفر والعلاج على حسابي الشخصي، وده مش من الطبيعي. بدل الموضوع كان فيه سفر كان لازم النادي يبعت معايا حد، وده ما حصلش. وانا في اسبانيا بعت لدكتور النادي وبلغته ببرنامج التأهيل وميعاد رجوعي. فالنادي كان عارف كل خطواتي من وانا هناك. ولما رجعت قدمت كل الورق اللي يثبت ان انا كنت بتأهل. وبعدها كنت جاهز للمشاركه. وقرار عدم مشاركتي كان قرار فني واداري وانا بحترمه وما عنديش فيه اي مشكله. نيجي بقى لموضوع التجديد. انا قعدت مع كابتن حسين نبيل والناس تعاملوا معايا بمنتهى الاحترام، ما اختلفناش على اي حاجه خالص، ما
مساله التجديد دي كانت مجرد وقت، لان الناس كانوا ساعتها بيتكلموا مع كذا لعيب في التجديد، واللي كان اتفاق بينه وبينهم ان انا بقى اخر لعيب والناس دي موجوده ممكن ياكلوا لكم كلام. بعدها لما مشيت ورجع مجلس الاداره القديم في نوفمبر، من نوفمبر لمارس محدش من مجلس الاداره كلمني في اي تجديد ولا قعد معايا. يوم 3 مارس رئيس النادي كلمني، رحت له انا وكيلي، يعني اول لما اتقال لي تعالى نقعد رحت وقعدت. وعايز اقول لكم ان الرقم اللي اتقال في الاعلام ما طلعتش عليا نهائيا، اصلا المفروض الحاجات دي تكون سريه. كل اللي طلبته هو التفكير، وده حق الطبيعي زي اي انسان بياخد قرار مهم في حياته. بعدها بكام يوم دخلنا معسكر ماتش الوداد في مصر. كنا مركزين ومفيش تفكير غير في الماتش. قبل الماتش يخلص فوجئت ان النادي بيعلن في الاعلام انه مش هيجدد. يعني انا قعدت سمعت طلبت مهله للتفكير، دخلت المعسكر، قبل ما اخرج من باب الاستاد قالوا لي ان الزمالك قرر انه مش هيجدد لك. ففهمت ان ما كانش في نيه حقيقيه للتجديد، وان ده كان مجرد شكل كده بنعمله عشان نقنع الناس ان احنا بنحارب. وقبل ما افوق من تهمه المماطله والمساومه لقيت مؤتمر صحفي معمول بيتقال فيه اني متمرد وخاين ومتهرب، وان السبب في خروج الزمالك من افريقيا، واني كنت سليم، وان رفضت اركب الطياره. فحتى لو احنا عارفين ان اللاعب ده بيحب النادي وشال النادي وموت نفسه بقاله 7 سنين، فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نطلع نكذب وندمر تاريخه وصورته. زي في 2018 لما رجعت من كاس العالم فوجئت ان النادي بعت الاستغناء بتاعي لبيراميدز، وانا اللي رفضت امشي من نادي الزمالك، وتعرض عليا وقتها رقم خيالي مستحيل حد يرفضه، وانا اللي صممت ان اكمل، لان وقتها كنت انا صاحب القرار، لان كان بقالي سنه بعت، لكن دلوقتي انا مش صاحب القرار لان عندي عقد منتهي، فمش هقعد مع الناس غصب عنها. وعشان لازم تحسن نيتي عرضت اني اتنازل عن باقي مستحقاتي، فاشترطوا عليا ان امضي على ورقه بتقول انها غرامات، وفي الحقيقه مش غرامات، هي مستحقاتي. وانا عايز اقول لكم حاجه، انا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ولحد دلوقتي انا مش قادر اتخيلها، ان جمهور الزمالك يشكك في حب وانتماء. ممكن تختلف معايا في اي حاجه، لكن حب وانتماء اكيد لا. انا ما كنتش احب اقول كده، بس انا راجل نزفت في الملعب وما رضيتش اطلع. لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت، عشان خاطر الزمالك وجمهوره. اللي لازم تعرفوه انا يمكن اسيب صورتي قدامكم بالشكل ده غير لما اطلع واقول لكم الحقيقه، عشان انتوا عاملين حاجه عني. انتوا ناس شلتوني في دماغكم سنين، انا بقى انسان قليل اصلا النهارده. لو جيت ساومت وكبرت على الناس اللي عملوا اسمي، اللي عملتوه معايا كان كبير قوي، يمكن كتير عليا. انتوا وقفتوا معايا في كل الاوقات وكنتوا دايما ظهر وسند ليا.